السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة خامسة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير أعزائي التلاميذ. ما زلنا نكملوا بكتاب كتاب الأنشطة. اليوم وصلنا صفحة 22 و23. هيا نبدأ مع بعض. وش قالوا لنا؟ سمحوني برك. J'écris la phrase du texte qui correspond à la photo. حنا تعرفنا في الصفحة اللي فاتت، تعرفنا على الفانك، على حيوان الفانك، عطاونا هذا التكست قريناه للمره اللي فاتت. ودوك مازال نكملوا الاسئله تاوعو. قالوا لنا جيكري لا فراز، نكتب الجمله اللي موجوده في النص اللي تمثل هذه الصور. نجيو نبدا في الصوره الاولى. الصوره الاولى نشوفوا بلي الفانك راقد، نشوفوا والجمله اللي تبين بلي الفانك راقد. هنا واش قالوا لنا؟ il vit dans les terriers creusés dans le sable. Le jour, il fait chaud, il se repose ou il dort. Il dort. Yanam. Il dort, yirqod. Hadi. Jumla tbin belli el fanak raqd. Il dort. Jibnaha min nass. Hnaya raho mkassel, raho yirtah. Nrouhou nchoufo. قالوا لنا هنا il se repose، يرتاح يريح. هنايا ماهوش راقد، فتح عينيه بصح راه مكسل، راهو يريح. il se repose، il se repose. هنايا راهو ياكل. نشوفو واش قالوا لنا هنايا. il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. يروح باش يصيد الفئران. واش يدير الفئران؟ ياكلهم. لي زار واش يدير لهم؟ ياكلهم. لي بيتي زوازو كيف كيف. واش نكتبوا؟ نكتبوا لافقال كاع. il sort pour chasser quoi؟ لي زار et les souris et les oiseaux et les oiseaux. هذه هي الجملة اللي لقيناها في النص. il sort pour chasser les lézards et les souris et les oiseaux. يعني باش ياكل لي لézards السحالي والفئران، الفئران والعصافير الصغيره. ايتيل ان انيمال سوفاج او دوميستيك، هو حيوان متوحش ولا اليف؟ حنا ما ذكرناش في النص ولا متوحش ولا اليف. مي بصح اي حيوان يعيش في الصحراء هو حيوان متوحش، يعني ما يتعاملش مع الانسان، ما يقدرش يعيش مع الانسان. ايلي ان انيمال سوفاج كما راكم تشوفوا. لا سينكيم كيستيون. مينتونون جو رومبلي لا فيش ديدونتيتي دو لانيمال. دركا نعمر لا فيش ديدونتيتي، بطاقه التعريف تاع هذا الحيوان. هذا الحيوان هو حيوان، مازلنا في حيوان الفلك، واسمه جو مابيل لو فانك. جو مابيل لو فانك. اون ما بيلوسي، يعيطوا لي ثاني. توش يعيطوا له؟ واش نعيطوا له؟ دوك تشوفوا في النص. واش سماوه هنايا؟ سماوه هنا نيمال دي ديزير، حيوان صحراوي. يعيطوا له ثاني بالحيوان الصحراوي. انا نيمال دي ديزير، انا نيمال دي ديزير. كما راكم تشوفوا. Je vis dans le Sahara, dans le désert. J'ai des et une hanando oreilles. J'ai des. Hana wach qalou lna hnaya. Il a de grandes oreilles et une longue queue. grandes oreilles. نكتبوا هنايا عامليك ودنين.
long que et une longue queue. Juste chasse. On a les lézards, les petits oiseaux, plutôt, ou les souris. Je chasse. Les lézards et les souris et les petits oiseaux. Les petits oiseaux. كما راكم تشوفوا. Je sors la nuit. Je suis un animal. نخرج في الليل. أنا حيوان. هايليك. Elle est un animal nocturne. معناتها حيوان ليلي. قالوا لك هنايا يخرج. Il sort la nuit. Il sort pour chasser les souris, les lézards et les petits oiseaux. Elle est un animal nocturne. Nocturne معناتها حيوان يخرج في الليل. Nocturne. ما راكم تشوفوا. دوكا نروحوا للصفحه اللي بعدها. واش قالوا لنا؟ جولي اي جيكري. انا نقرا ونكتب. جو كومبليت لي فراز بار لي ادجكتيف سويفون. نكمل الجمل بالصفات الاتيه. مانيفيك معناتها رائعه. فاتيغي معناتها تعبان. فور معناتها قوي. اوروز سعيده. تريست حزين. الا لير il paraît la couleur des feuilles est Il a l'air, le coureur semble, elle a l'air, maintenant, il n'a pas de temps. C'est bien. Je vais voir si tu as l'air. C'est Elle a l'air heureuse. C'est Heureuse. Il paraît, yabdo. Je vais voir si tu as l'air. Il paraît triste. La couleur des feuilles est magnifique. La couleur des feuilles tabana. Non. La couleur des feuilles kawiya. Non. La couleur des feuilles est magnifique. Raya. Il a l'air innahu yabdou. Yabdou ayan hada. Yabdou kawi. فور او يبدو قوي. لو كورور سامبل هذا اللي يجري. وش راهو انه يبدو فاتيغ عيان. شوفوا يبدو يبان عيان. فاتيغ. الا لير هوروز اي تبدو سعيده. Il paraît triste, yabdou hazin. La couleur des feuilles est magnifique. Laun tal awraq ra'i'a. Il a l'air fort, yabdou qawi. Le coureur semble fatigué. Hada li yajri. Yban ayan. قالنا حنا جو كولوري لي فيرب ديتا. افعال الحاله. اللون افعال الحاله. وشنو هم افعال الحاله؟ هما اللي زعما كيما نقولوا انه يبدو متعب. يبدو هذاك الفعل يعود على الحاله اللي راه عليها هذاك الشخص. لو كيما نقولوا دوكا جو سوي مالاد. انا الحاله تاعي لاني فيها مريضه. واش استعملت لو فيرب اتر. جو سوي لو فيرب اتر. C'est un verbe d'état. لونه بأي لون حبيته. Le verbe avoir. نقدر نقوله elle est malade. Elle est fatiguée. عندها يتملك المرض. تملك non. هذا ce n'est pas un verbe d'état. Sembler. Le verbe sembler. معناتها يبدو. Elle semble contente. Elle semble malade. Elle semble fatiguée. Elle semble etc. يعني تبين الحاله اللي عليها هذيك الطفله ولا هذاك الشخص. مالا هذا سي ان فيرب ديتا. ترومبلي. ترومبلي يترعد.
ترومبلي يترعد سي فري دوكا هاد ترومبلي مع او حاله زعما الحاله تاعي جو ترومبل راني نترعد مي سني با ان فيرب ديتا وعلى باسكو لو فيرب ديتا ماشي الحاله اللي راهو عليها زعما هذاك الشخص يبدو هذاك الشخص راهو يبان هكا هذا هما افعال الحاله باغيتر لو فيرب باغيتر باغيتر كيف كيف راهو يبان هذاك الشخص جو باري اوروز اني بان بلي اني بان سعيده هذا سي ان فيرب ديتا voir voir je vois malade انا نشوف مريضه نو هذا سي با ان فيرب ديتا فيرب voir يشوف نو devoir devoir معناتها يجب نقدر نقول زعما يجب المريضه نو سي با ان فيرب ديتا avoir l'air معناتها كيف كيف يبدو avoir بصح هنا سي فري بصح هنايا لو كان avoir avec l'air كيما هنايا elle a l'air le verbe avoir plus l'air elle a l'air heureuse elle a l'air malade elle a l'air fatiguée elle a l'air malheureuse etc هذا c'est un verbe d'être les verbes تيتا sont être sembler paraître avoir l'air كيما راكم تشوفوا نروحو دركا لا ديرنيير كيستيون جاسوسي لو ديبي دو لا فراز ا لادجكتيف اتريبي نربط البدايه تاع الجمله بافيك لادجكتيف اتريبي شنو هي لادجكتيف اتريبي شوفو كيما قلت لكم المثال الاول لي بوم باريز فريش لي بوم راهم يبانو الصيفه فريش راهم يبانو شغل جدد هذا وين فريش كيما نقولو Ce garçon a l'air sérieux. هذا الطفل راه يبان سيريو في قرايتو. Le singe demeure un animal sauvage. هادو لي زادجكتيف اللي راكم تشوفوا فيهم. دونك بلوتو ماشي لي زادجكتيف زعما اتوندي. عندنا سيريو فريش سوفاج. هادو لي زادجكتيف اللي راكم تشوفوا فيهم سون دي زادجكتيف اتريبي. هادو لي زادجكتيف اتريبي دونك نتوما عندكم ادجكتيف اتريبي وكاين ادجكتيف ايبيتات تقراو هذا العام لادجكتيف اتريبي دائما تبين الحاله اللي راه عليها داك السيد ولا وتوجور توجور تجي ما نقدر ماشي غير الحاله ليسونسيال لادجكتيف اتريبي تعرفوها تجي توجور ابري لو فيرب تجي دائما مور فعل باريس الير ديمور ان انيمال سوفاج يعني يبقى حيوان متوحش اون بو دير هادي نستبعدوها كما نقول نستبعد ايسونسييل لي دوكا باش نفهمكم يعني لادجكتيف اتريبي توجور تجي ابري لو فيرب لادجكتيف ايبيتات ان شاء الله كي نقراوها نفهمكم حتى راح ندير لكم درس يعني درس دو فاصون ما كاين في البلاي ليست تاعي روحوا لي فيديو تاعي تلقاو درت لكم لادجكتيف اتريبي ولادجكتيف ايبيتات يعني في العام الماضي ان شاء الله تكونوا تلاميذنا الخميسه تبعتوا معايا فهمتوا معايا خطوه بخطوه نتلاقاو ان شاء الله في درس جديد وكمازالين كمان معكم لكتابكم الانشطه واللي عجبتكم الفيديو ما تنسوش تدعموا النبي اعجبتكم واللي اول مره يدخل القناه ما ينساش يضغط زر الاشتراك اللي راح موجود جوست اسفل الفيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو هاتي مع السلامه